السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الرابعة ضمن مادة تصميم منظومات الري والبزل. احنا ضمن موضوع الـ Distribution Efficiency اللي هي كفاءة التوزيع، وصلنا إلى نوع من الأمثلة إذا كان يعطي لك الـ Water Distribution Profile، وهو النوع الأخير من الـ Distribution Efficiency أو Distribution احنا نسميه Uniformity، يعني كفاءة التوزيع الخاصة بالـ يعني بالنوع أو الماء الري المستخدم عبر أي طريقة تقنية ري مستخدمة. So example one, given a water distribution profile، يعني هذا النوع من الأسئلة راح ينطيك ال distribution profile. مثل ما تلاحظ هنا هذا موجود ال distribution profile، يعطي ضمن السؤال. نكمل سؤالنا. The water distribution profile has shown below the required net depth. إذا كان النت ديبث يعني العمق الصافي of application is 58 ملم، يعني هسه هي قيمة الدينت معلومة. The applied discharge، التصريف ال applied discharge شنو يمثل من ال applied discharge؟ يعني معناها Q gross، تمام عيني؟ فهو هو المسلط ال applied، applied depth، applied discharge، applied volume يعني gross. إيش قد مقداره؟ 0.18 IBS، معناها لتر بير سكند. فاللتر إذا ردي حول المتر مكعب أضربه في ألف بير سكند لكل واحد لكل ثانية. and أو على ثانية. and the time of application، إيش قد كان مدة تسليط هذا discharge؟ إيش قد الوقت مالته؟ 24 ساعة. فإذا أريد أحول هذا discharge إلى فوليوم شنو أسوي له؟ أضربه في التايم، تمام؟ يتحول إلى فوليوم عندي. calculate، احسب لي the irrigation efficiency، كفاءة الري، والdistribution uniformity، وكفاءة التوزيع، والoverall efficiency، والكفاءة الإجمالية، and the percent of over irrigated والunder irrigated of the four، لهذا الشكل، لهذا الديزاين المعطى. assume no runoff، كلمة no runoff يعني احنا عندنا اخذنا انواع من اللي احنا نسميها الضائعات، الضائعات اللي هي الضائعات السيحية او الضائعات السطحية. فما انه قال عندنا no runoff فشنو معناها؟ معناها ما عندي ضائعات سطحية، تمام عيني؟ هسه اول شيء نجي على السؤال، الدينت موجود، بما انه معطي هو بالسؤال الـ D across الـ applied discharge يعني Q across موجود، ايش قد مقداره؟ 0.18 لتر بير سكند، حوله الى متر تكعيب على السكند، شو اسوي؟ اضربه في الف، بعدين اقسمه على السكند، زين السكند حتى يتحول الى فوليوم كامل، ايش قد الفوليوم اضربه في وقت الري؟ on time of application، ايش قد مقداره؟ 24 اور، فاضربه في 24 بس حتى احول 24 ساعة الى ثواني، اضربها في ايش قد؟ في 3600 ثانية، يعني في 60 في 60 فصار 3600، تمام عيني؟ حولته إلى فوليوم، هذا الفوليوم أقسمه على الأريا، الأريا هسه هنا المقطع الطولي ايش قد؟ 240 متر، المقطع العرضي وكأنه ياخذ الواحد متر، ف 240 في واحد على 240، فتقسم التصريف اللي هي قيمة الفوليوم، التصريف تقسمه، التصريف للموجود عندك او امامك تقسمه على الاريا يطلع لك شنو قيمة الدي جروس، تمام عيني؟ هسه مثل ما تلاحظ ننزل للاسفل، هنا عندك هذا، لاحظ الدي جروس هو عبارة عن التصريف في التي حتى حولناه الى حجم قسمناه على اريا، فالمفروض هاي مو كان دي جروس، كيو جروس، لان هو تصريف، هذا قيمة تصريف وليس دي، اكو خطأ في المحاضرة، هذا كيو جروس، فهنا يصير 0.18، تمام عيني؟ حولناه للمتر مكعب، قسمناه على ألف، بعد ذلك شو سوينا له؟ 3600 في 24 على المساحة اللي هي 240 ناخذها احنا بالعرض لكل وحدة طول في واحد، فوجدنا قيمة الدي جروس، ايش قد مقداره؟ مقداره 65 ملم، تمام عيني؟ هاي أهم فقرة تنتبهي لها. بعدين نطلع الدي افرج، الدي افرج العام اللي راح نحتاجه هسه، بالمناسبه نقدر نحسب الانفلتريشن يعني الافشنسي، اي نعم نقدر نحسب الافشنسي، شلون نقدر نحسبه؟ دي جروس دي نت على دي جروس في 100%، تمام عيني؟ هذا القانون الاول. نجي هسه على الديستريبيوشن يونيفورميتي، اذا ما حددتها
فتحسبها عند الربع اللي هو عنده أسوأ يعني حالة توزيع. هسه نجي شو نسوي؟ أول شيء نطلع الدي أفرج، لأن نحتاجه بالقانون الدي للواحد على أربعة يساوي لنا دي للواحد على أربعة سمول على دي أفرج. دي أفرج شلون تحسبه؟ تأخذ أعلى قيمة وأقل قيمة تقسمهم على اثنين بهذا الشكل البروفايل، فتسعين زائد أربعين على اثنين، وجدنا الدي أفرج. تمام عيني؟ الديبث انفلتريتد. الديو شو راح يساوي لنا؟ الديو ناخذ أسوأ حالة. يعني شنو أسوأ حالة؟ يعني أسوأ قيمتين الفلتريشن اللي هن شقد قيمتين؟ 40 زائد 52 على 2 عددهن 2، هاي قيمة طلعت لنا قيمة الدي للربع. تمام عيني؟ فهسه نقدر احنا نجد الدي الديو. اي نعم اقدر اجد قيمة الديو. الديو شو راح يساوي لنا؟ قسمة 46.5 على الدي افرج اللي هو 65. هنا ظهروا متساويين بس ما له علاقة. نجي بعد ذلك شلون اطلع الافرج ديبث ستوريج اللي هو احنا نسميه الحقيقي، العمق الحقيقي يعني النت الصافي. شلون اوجده؟ اول شيء المساحة عندي جيد 240، فراح ياخذ هاي القيمتين كل قيمة في مساواتها. شو اقصد بالافرج ديبث ستوريج اللي هو بدون ضائعات؟ لاحظ هنا شلون وجدها. اول شيء قد عند القيمة هنا 58، 8 يحولها الى هنا كمستطيل، فيضرب 58 في يعني طول، وكأنه مستطيل طول في العرض. هسه نجد شلون اجد العرض مالته. من هنا ومن هنا نسوي تشابك مثلثات. يعني المثلث الاول هو عباره عن اقطعان عن 90، هنا يصير 50، وكأنه هنا يعني 90 ناقص 40 50 على المساحه الطول الكلي له 240. اخذ المثلث الصغير، هسه المثلث الصغير هذا كله 52.5 ناقص 40 12.5. شنو اجد؟ اجد هاي الاكس، وجدت هاي القيمه. وكذلك بالنسبة للثانية راح 58 ناقص 40 يطلع هذا المقدار، أجد هاي اكس 1 وهاي اكس 2 احتاجيتهن. هسه من وجدت أني الدور سوي علاقة، أول مستطيل هو هذا. تمام عيني؟ القيمة الثانية راح تصير محصورة من هنا لهنا. شلون آخذها؟ آخذ هاي القيمة زائد هاي القيمة على 2 في المساحة، المسافة بيناتهم. هاي المسافة أقسمها من 240 بعد ما وجدت هذه المسافة. تمام يعني تشابه مثلثات. لذلك لاحظ الدي افرج ستورج راح يصير 58 في 153.6 مستطيل طول في العرض، زائد الثاني عباره عن احنا نسوي متوازي، فراح يصير القيمه الاولى زائد القيمه الثانيه على 2 في الطول اللي خاص بيهم على المساحه الكليه 240. وجدنا الدي افرج ستورج. هسه الاريجيشن افشنسي هو هذا النت اللي افرج ديبث ستورج، تمام، على الدي جروس اللي وجدناه بالعلاقه الاولى في 100% حتى يطلع كنسبه مئويه. الاوفر اول افشنسي شو يساوي لنا؟ الاريجيشن افشنسي في الدي واللي هو الديستربيوشن يونيفورمتي لاسوء كفاءه توزيع اللي هو للربع. الربع هنا شلون اوجده؟ اقسم، هذا هو ظهر قيمته هنا للدي وللربع بهذه القيمه 40 زائد 52 على 2 موجوده عندي قيمته اللي هن اقل قيمتين. بهذا الشكل اذا كان الشكل بروفايل ناخذ هذه الطريقه. يعني هذه طريقه الحل يمتى نستخدمها؟ لمن هو يزود السؤال السبورت مالته انه موجود عندك ووتر ديستريبيوشن بروفايل. ووتر ديستريبيوشن بروفايل، فالديو شلون تجدها لاسوء حاله توزيع؟ هي اقل قيمتين على 2. بعدين نجد ان الدينت المعطى بالسؤال ما يعتبر هو الدي افرج، فراح شو نسوي؟ نحسب الافرج ديبث ستوريج بهذه الطريقه، نحسب الاريجيشن افشنسي، افتر ذات نحسب الاوفرال افشنسي اللي هو الاريجيشن افشنسي في الديو للربع اللي هي اسوء كفاءه توزيع. بعد ذلك الاوفر اريجيتد هو شنو؟ قسمه الاوفر اريجيتد الطول الاكبر اللي هو 153 قسمناه منه على الطول الكلي 240 من هنا. اذا نلاحظ يعني قسمه هذا الطول من هنا الى هنا 153، وجدنا قيمته بعد ما وجدنا قيمه الاكس 1 لهنا على الطول الكلي 240. الاندر اريجيتد هو هذا الطول على هذا الطول. او شو تسوي حاله ثانيه؟ انت مو طلعت الاوفر اريجيتد اللي هو 153.6 على 240، طبعا اضربه في 100% حتى يعطي نسبه مئويه. الاندر اريجيتد شو تسوي؟ تقول انه هو قيمته كاندر اريجيتد هو 100 ناقص 64 يطلع لك 63%. شنو يقصد بالاوفر اريجيتد؟
نرجع للبروفايل، لاحظ هذه المنطقة من هنا لهنا، تلاحظ انه مثلا اولاء الى هنا تواجده، بس لاحظ شنو صار بها، يعني ارض مشبعه اكثر من اللازم، فهاي شو يسمونها فوق التشبع، فوق الري المطلوب، فيسموها اوفر اريجيتد. لكن هذه المنطقه تعاني، هاي من هنا بها سفرز، احنا نسميها معاناه بوصول الاريجيشن، فشو نسميها اندر اريجيتد. فهو هذا الفرق بين الاوفر اريجيتد والاندر اريجيتد. ان شاء الله يكون هذا السؤال واضح. السؤال اللي بعده نفس الشيء، مطلوب من عندك هذا انت تكمله، راح اعطيك صوره البروفايل ضمن قناه التليجرام، هكتر فروم اللي فورم شكله 200 في 250 متر، تمام، از اريجيتد، تم عمليه الري خاصه به وتسترين عن طريق مجرى نهر، ايش قد بتصريف، ايش قد 30 لتر بير سكند، ابلايد، ايش قد مده التسليط الخاصه بهذا الديسشارج، اتسلط لفتره ايش قد من الوقت، 2.5 يوم كونتينوس داي، تمام، مستمرات. ذا سويل، يعني 2.5 يوم مستمرات تاخذ بالكامل. ذا سويل مويستشر ديفيسيت، محتوى الرطوبي او محتوى النقص الرطوبي قبل عمليه الري بفور اريجيشن ايش قد مقداره كان، 90 ملي، تنتبه لهذا نقص المحتوى الرطوبي ما يمثل لي الدينت في اغلب الاحيان. The water distribution profile موجود، يعني أسفل calculate number one the distribution uniformity، يعني الديو، بما أني ما حددتها أحسب الديو المن للربع. And the overall أو the over irrigated and under irrigated of the four، تمام عيني. إن شاء الله راح أنزل لكم صورة البروفايل، بيكون هذا السؤال لكم هو واجب. هذا النوع من الأسئلة اللي هي تعتبر النوع الأخير ضمن موضوع الديستريبيوشن يونيفورميتي، لما انه يزودك بالسؤال بالووتر ديستريبيوشن بروفايل. محاضرتنا لهذا اليوم انتهت، اذا عندكم اي سؤال او استفسار تقدرون تواصلوني على